وعمال بكلم المخرج وهنعمل ايه ونسوي ايه. بس عايز احط باك جراوند شويه، ان انا قبليها كنت في ايطاليا واشتريت جزمتين جمال خالص، وجيت بيهم وبعدين خدت منهم واحده عشان اصور بيها، وانا عملت المشهد ومبسوط جدا بيه، والناس طايره بالمشهد وحاجه جميله وبرافو. اخر يوم وانا في منتهى السعاده، وبعدين بنلم الحاجه، بعدين ما لقيتش الجزمه ضاعت. فانا مت، وكل فرحه المشهد ضاعت في الزعل على الجزمه الجميله. بس لما شفت رياكشن الناس بالمشهد قلت فدايا 100 مليون شوز علشان انا عملت حاجه كويسه. كنا بنعمل عرض مسرحي اسمه كيف تتعلم ان تكون اشتراكيا. الاسم صعب شويه. وكنا بنعرضه، مفترض ان مهرجان برلين هو اللي بيمول العرض، بس كان في تعاون بين مصر وبين بلد اسمها مونتينيجرو اللي هي الجبل الاسود. وبعدين جم بقى الممثلين بتوع مونتينيجرو قابلوا الممثلين بتوع مصر في مصر، وعملنا بروفا او اتنين، وبعدين عرضنا في المهرجان التجريبي. وبعدين انا خدت جايزه افضل ممثل في مهرجان القاهره التجريبي، وطالع بقى علشان استلم الجايزه من الاستاذ فاروق حسني اللي هو كان ساعتها وزير الثقافه. فلقيته بيبص لي بيبرق قوي، بيقول لي انا شفتك قبل كده. قلت له ايوه، ما حضرتك اديتني جايزه سنه 91 سنه 93 سوري، عن مسرحيه غزير الليل. قال لي ازاي، انت مش مونتينيجرو ولا انت هاجرت ولا ايه؟ قلت له انا ما هاجرتش، بس العرض كان بالتعاون يعني بين مصر ومونتينيجرو. وطبعا انا على المسرح بحاول افهمه وهو بيديني الجايزه، وانا مش لاحق افهمه، فكان موقف مضحك جدا وهو مش فاهم وبيديني الجايزه وعمال بيسال اللي جنبه هو ايه الموضوع بالظبط، لغايه ما فهموه بقى وعرفوه. بس ده كان موقف مضحك جدا، بس انا سعدت جدا بالجايزه لاني واخدها على اساس ان انا راجل مونتينيجري. And the award goes to Syed Regeb for his role in Fuck Darwin or How I've Learned to Love Socialism, presented by the Montenegrin National Theater. وقد فاز بالجائزة الممثل سيد رجب عن عرض تبا لداروين أو كيف تعلمت أن أحب الاشتراكية لفرقة المسرح القومي الجبل الأسود. الدنيا ما بتديش إلا اللي يصبر لها، احلم تطول السما وتعب هتوصل لها، واصبر على الأحلام لا تضعف ولا تملها، جرب تجيب سجادة عجمي وبديع شكلها، واصبر عليها سنين بتصونها وتجلها، هيكون تمنها ساعتها أضعاف ما تمنتها.